في بعض الأشخاص بيكونوا عايزين يخسوا بأي شكل من الأشكال وإنقاذ أكبر قدر ممكن من وزنهم وأولهم أنا. بصرف النظر بقى طرق التخسيس دي صحية ولا لأ، بتلاقيهم بيستخدموا أدوية منهم من غير أو منهم لنفسهم كده دون الرجوع للطبيب أو استشاري. لكن إيه الخطورة من التخسيس الزائد في الوزن من خلال استخدام الأدوية دي، وإيه الطرق الصحية كمان للتخسيس المضبوط؟ صحيح رجاء، يعني الناس كتير بتلجأ للحاجات السريعه، ما عندناش اراده. ما هي دي المشكله، مفيش اراده. المشكله يا جماعه نلغي التخسيس خالص، ما هي دي بقى الموضوع اللي الناس بتخس بطريقه غلط، فاحنا نلغي التخسيس خالص. بس لازم نخس صحيه لينا احسن. انا فاهم على اي حال ده هنعرف تفاصيل اكتر من خلال ضيفتنا اللي مشوره اللي مشرفانا ومنورانا هنا في الاستوديو، دكتوره ايناس صبري، استاذ التغذيه وعلوم الاطعمه المساعد بالمركز القومي للبحوث. دكتورة مشرفانا ومنورانا، نخس ازاي؟ عشان دينا مش عشاني. كل ستات. اهلا بك يا دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا زي ما حضرتك تفضلتي، يعني ان في ناس بتبقى يعني يهمها انها توصل للتارجت يعني باقصر وقت ممكن، يعني بدون انها يعني تبص على السايد افكتس او اللي هي الاعراض الجانبيه ايه او كده. وده طبعا يعني في خطر كبير جدا، لان استخدام الادويه عن طريق التخسيس للوصول للتخسيس يعني بيبقى له اثار جانبيه كتير جدا. اولا ان الادويه دي بتفرز عن طريق الكبد والكلى، فكثره ان انا ادخل ادويه يعني انا يعني لست في حاجه لها، يعني انا بخلي موضوع الادويه ده الحاجات الحاجات الهامه. يعني مثلا واحد عنده مرض عضوي ما يقدرش ان هو يعني يتعالج بدون الدواء، بخليها الحاجات المهمه. لكن ان انا استخدم كمان ادويه للتخسيس بالاضافه ان انا لو كمان مريض عندي مرض مزمن او طبيعي، كلنا بنستخدم ادويه لحد عنده دور بارد، فيروس، انفلونزا، بيحتاج يستخدم ادويه. فما فيش داعي ان انا ادخل ادويه زياده، لان دي كلها ارهاق للكبد والكلى، بيفرز عن طريق الكبد والكلى. لها اضرار جانبيه اخرى بقى في الجهاز الهضمي، بيحصل له بقى اسهال، غثيان، قيء، امساك، يعني امراض متعدده في الجهاز الهضمي. بالاضافه ان انا عندي طرق يعني صحيه جدا وهيلثي، ويعني مفيش اي مشاكل منها، اللي هي طرق التغذيه او طرق التخسيس بالنظام الغذائي السليم. ممكن هياخد وقت صحيح اطول شويه، ولكن بدون اي اعراض جانبيه، بدون اي مشاكل صحيه، يعني حاجه طبيعيه ما فيش اي خطر منها يعني. فطبعا لو اتكلمنا عن التخسيس بالطرق الطبيعيه، هيبقى اول حاجه خالص ان انا النظام الغذائي، يعني كمان غير النظام الغذائي، المشي نص ساعه يعني على او اللي هو بدون اكل يعني قبل الفطار، ده مفيد جدا. يعني ممكن واحد يمشي كل فاضية. يوم على معده فاضيه، ده هام جدا. ليه بقى؟ لان انا هحرق دهون الجسم نفسه مش دهون الاكل اللي انا لسه واكلاه. يعني ما تناولش بقى وجبه فطار دسمه وكده وبعدين انزل امشي نص ساعه، هحرق دهون الاكل اللي انا لسه واكلاه. لكن انا لما امشي وابذل جهد ومشي بطريقه سريعه، ويبقى هو ده يعني من العادات بتاعتي بقى، ان انا مش نازل يعني امشي بقى بهدوء او كده، بسرعه شويه، او حد لو عنده بقى مثلا مشاية كهربائية يعني كده. مكان بيمارس يعني مكان مقفول ويقدر يمشي وكده ويجري شويه كده. فدي مهمه ان انا كل يوم نص ساعه على قبل الفطار، دي مهمه جدا. يعني لابد ان انا اشتغل في كذا فاكتور في وقت واحد، مش اعتمد بس على الغذاء. يعني ان انا اقلل عن طريق المشي مع الغذاء، مع لو في طبعا امكانيه للرجيم الجيم، يعني حد عنده امكانيه وسهوله ان هو يروح الجيم، اي مشوار اروحه بدل مركب مواصلات او تاكسي او عربيتي اقدر امشي. يعني حتى لو المشوار مثلا هياخد مني نص ساعه، يعني هي كده كده مشوار انا لازم اروحه، يعني بخلص اوراق، احاول ان انا يعني لو حد بقى يعني فعلا لابد عنده النية والإرادة غيرنا. ايوه يعني غيرنا يا رجل. يعني يشتغل في كذا فاكتور في وقت واحد عشان يجيب نتيجه. الدكتوره بتقول ان احنا لازم قبل ما نفطر، يعني مثلا قبل ما الفطيره بتاع الصبح الجميل ده يبقى موزاريلا ان شاء الله، يعني فلازم نمشي يعني تعتبر انتوا الاثنين. بس خلي بال حضرتك برضه بتقولي لازم نمشي نص ساعه قبل الفطار، احنا معظمنا سيدات عاملات وبننزل اولاد المدرسه وبنجري نروح الشغل. تمام. صعب قوي ان انا قبل الفطار الصبحيه دي اخد نص ساعه وامشي فيها، ايه البديل؟ ما دي بنقول بقى قدر الامكان، يعني لو حد مناسب الموضوع، يعني خلينا نقول الحاجه اللي الناس تقدر فعلا تعملها. بالظبط. يعني لو حد مثلا الموضوع متيسر بالنسبه له، سهل بالنسبه له يعني.
لكن هي فعلا بتجيب نتيجه كويسه يعني، جربناها حتى في حالات عندنا في المركز القومي للبحوث وكده، يعني احنا عندنا عيادات للسمنه وكده، فكانت في حالات بتجيلنا وقلنا لهم على التعليمات دي والله بتجيب نتيجه كويسه جدا يعني. يعني اقصد الواحد ما يعتمدش بس على اللي هو تقليل، لا اشتغل في كذا حاجه في وقت واحد. بالنسبه للنظام الغذائي بقى، اولا اكتر حاجه بتزود في الـ في الـ في الوزن الدهون. ليه بقى؟ لان الدهون بتديني الواحد جرام دهون بيديني 9 سعر حراري. البروتين والكربوهيدرات اللي هي عباره عن نشويات وسكريات بتدي 4 سعر حراري، فتقريبا ضعف يعني السعرات الحراريه اللي باخدها من الدهون ضعف اللي باخده من البروتين والكربوهيدرات. ففي ناس بتقلل قوي في العيش، العيش والرز والمكرونه وتنسى موضوع الدهون ده خالص مع انها بتديني ضعف اللي باخده. فمهم قوي ان انا يعني احاول ان انا اعمل الاكل ني في ني. لو واحد اخد عليه على النظام ده يعني مره في مره هيلاقي نفسه اصلا مش قادر ياكل اللي هو بقى المسبكات والمقليات، هيلاقي نفسه خلاص يعني اللي هو مش قادر ياكلها اصلا، مع انه هو سليم عادي ما عندوش امراض تمنعه يعني ولا حاجه، بس هو عايز يظبط يعني الدايت بتاعته او عايز يخس شويه. دكتور انا عايز اقول لحضرتك حاجه معلش، اصل يعني برضو اصل الحاجات المسبكه دي التيست بتاع والله فني فني ده هيبقى صعب ولا ايه؟ لا ابدا خالص خالص. ده انت حضرتك عارف مثلا الخضروات اللي هي بتاعتنا المفيده دي، مثلا الكوسه الجزر او اللي هي السوتيه الخضار دي مع شويه شوربه يعني بتاع بيتم طهيها بشوربه. الشوربه دي برضو بيبقى فيها نسبه دهون يعني مش اللي هي خالي من الدهون، بتبقى طعمها حلو جدا فعلا، بتبقى طعمها جميل صحيح. يعني تحس انها خفيفه كده وحلوه يعني. أنا مثلا بدل ما تم التحمير بقى بكميه سمنه وكميه زيت، لا هو عادي سلق عادي، ومجرد ان انا اديله احطها في الفرن مثلا، في الفرن ممكن احط عليه مثلا حب يعني عشان برضو المنظر والشكل، 3 معالق سمنه مثلا، لا لا خالص مش 3 بالفرشه كده دي صلصه مثلا حاجه حمراء كده، صلصه حمراء عشان تديها لون شهي ومذاق حلو تبان ان هي، وهو في نفس الوقت ما خدتش بقى كميه القلي والتحمير. طيب احنا عندنا انظمه كتير كده بتتكلم كتير عندنا على السوشيال ميديا، يعني يمكن حضرتك النظام اللي بتتكلمي عليه هو اكتر نظام صحي ولو مشيت عليه مدى حياتي او على المدى الطويل انا مش هتخن تاني، لكن في بعض الانظمه الغذائيه اللي بتتعمل لانزال الوزن بطريقه يمكن سريعه شويه زي الكيتو واللو كارب والحاجات دي، اول ما الشخص ده بيوقف بترجع مره ثانيه العوده في الوزن مره ثانيه بصوره كبيره جدا، ايه السبب؟ هو طبعا يعني اي حاجه بتنزل بسرعه بترجع بسرعه يعني، انما هل هي انظمه غير صحيه يعني؟ اكيد طبعا يعني مش ما هيش يعني كل حاجه لابد انها تبقى جراديوال كده بالتدريج، عشان انا يعني الجسم يحصل له تاقلم، انا بهيئ الجسم ان هو خلاص بقت هي دي اللايف ستايل بتاعتي انا هعودك على كده، فبيبقى اللي هو نظام بالتدريج، انا بقلل حبه بحبه كده لحد ما اوصل، لان الاكل ده على حسب التعود يعني، انا عودت المعده على تناول كميه معينه مش هيوصل للشبع غير لما ياخد يتناول الكميه دي. في ناس تاكل مثلا نص رغيف او ربع رغيف تقول انا مش خلاص مش قادر انا شبعت خلاص مش قادر، وفي ممكن يقعد ياكل 5-6 ارغفه لحد ما يوصل لمرحله الشبع لان هو خلاص عود معدته على كده، فهو الموضوع بيعوز بالتدريج ما يجيش مره واحده كده ان انا مثلا اخد نظام غذائي ادويه بقى مش عارفه اي انظمه اخرى وان انا فجاه هنزل بسرعه فجاه هزيد بسرعه ومحدش هيقدر يستمر على الادويه طول عمره يعني. فهي افضل حاجه الحاجات اللي هي الناتشرال الطبيعيه الانظمه الغذائيه، ولابد انها تكون لانها هي مش حكايه تخسيس بس يعني، هي لايف ستايل بالظبط، لايف ستايل، وكمان انها بتؤدي الى امراض يعني ممكن مثلا زياده الدهون دي هتبقى طبعا. ممكن تجيب فاتي ليفر اللي هي الدهون على الكبد، ممكن يبقى شخص مش بدين يعني ولكن عنده دهون على الكبد برضه من هو بيتناول كميات كبيره من الدهون بدون يعني حساب او وعي او كده يعني. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو فكره بجد بعيدا طبعا عن الهزار يعني، فكره ان احنا نعمل رياضه الصبح قبل ما نفطر دي حاجه مهمه، وانا شخصيا يعني انا هحاول اعمل الموضوع ده ابتداء من بكره. أنا جدا مهمه فعلا على فكره يعني، انا كان ليا صديقه يعني كانت هي برضو يعني بتعاني من الوزن الزائد، فكانت اي مشوار تعمله مثلا من الجامعه للمركز القومي للبحوث يعني مشوار طويل ممكن يتراكب مثلا تاكسي 10 دقائق ولا حاجه، بالمشي بقى ممكن ياخد له ساعه الا ربع تمشي
يوميا خلص اوراق تمشي طاقه وبتاخد طاقه ايجابيه الصبح فعلا ان هو الصبح برده كانت يعني قبل الفطار وكده جاب معاه مفعول كويس جدا في مده برده قصيره فلا مهم جدا يعني اكيد وهنعمل كلنا بالنصايح اللي حضرتك يمكن قدمتها لنا النهارده. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره ايناس صبري الصعيدي استاذ التغذيه وعلوم الاطعمه المساعد بالمركز القومي للبحوث نورتينا شكرا جزيلا على شكرا لحضراتكم ان انتم يعني مهتمين بمجال التغذيه وشكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا.